على صعيد آخر قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة أنهت كافة الإجراءات الأمنية استعداداً لاستقبال العام الجامعي الجديد لافتاً إلى أن المدن الجامعية ستبدأ في تسكين الطلاب تدريجياً عقب عيد الأضحى مباشرة. وأشار إلى أن كاميرات الجامعة رصدت صوراً لعملاء من جهات خارجية يوزعون أموالاً على بعض المخربين للتحريض على العنف.